بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه التغطية بهذه المناسبة العظيمة، المناسبة العطرة المعطرة بأريج الوردي والياسمين، ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، أعاده الله علينا وعليكم ونحن وأنتم بأحسن الأحوال وبظهور مولانا صاحب العصر والزمان، آمين يا رب العالمين. نحن اليوم أيها الكرام في مدينة المحمرة وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، التابع لمرجعية آية الله العظمى الشيخ محمد طاهر الخاقاني، وهذه الاحتفالية الكبيرة بهذه المناسبة العظيمة. وهناك أيضا احتفالية أخرى بالإضافة إلى هذه الاحتفالية، احتفالية عيد الغدير، هناك احتفالية تزويج مجموعة من الشباب المؤمن وتجهيزهم بالأدوات المنزلية. ابقوا معنا أحباء المشاهدين، وهذه التغطية من مدينة المحمرة. مبروك اختيارك، صحنا يا حدر ولينا، دونك الله قرر ما يتم لهم مدينة، انت اللي محمد وصفك بأرض المدينة، انت الإمام الحق من يجيد وصفك. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من هذه المدينة المباركة، المدينة الولائية، مدينة المحمرة ومسجد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتشرف حقيقة أيها الكرام أن أكون مع سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد طاهر الخاقاني، حياكم الله سماحة الشيخ. مرحبا بكم، أسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه الطيبين الطاهرين إن شاء الله، وفقكم الله إن شاء الله، وبارك الله بكم وبهذا القناة وبهذه القناة الطيبة إن شاء الله، وفقكم الله لكل خير إن شاء الله. طبعاً آية الله الشيخ محمد طاهر الخاقاني، أعتذر للوصف حجة الإسلام والمسلمين، وآية الله أيضاً، الله يحفظكم إن شاء الله شيخنا العزيز. كلمة للمؤمنين عبر هذه الشاشة المباركة بهذه المناسبة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. استنادا إلى ما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الرواية وهذا الحديث الشريف ينظر فيه بعدة محاور وبعدة قراءات. المحور الأول، المحور المادي والاعتباري، بما أن النكاح عقد وإضافة إلى الحياة المادية والحياة الاعتبارية، ومن جهة أخرى النكاح من الجهة التشريعية أو في القراءة التشريعية، وهذه القراءة هي قراءة أوسع نطاقا، نطاق يرجع إلى الأمور الاجتماعية كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وهذا معناه السعة الإسلامية في الأفق الدنيوية وفي الأفق الأخروية وفي جميع الحياة، ما يرجع إلى عالم المثال، عالم الدنيا، عالم الآخرة. وهذا معنى الصلوات على النبي وآله حقيقة، وكذلك الزواج فيما يرجع إلى القيم الإنسانية
والأخلاقية، بما أن التزويج مودة ورحمة بين اثنين، بين الرجل وبين المرأة، وباعتبار إحداث السكن الواقعي بين اثنين. فعندئذ حينما ننظر إلى الزواج في النطاق الإسلامي أو في المنظور الإسلامي وفي القراءة الإسلامية، نجد أن هذا الزواج إنما يكون بعين كونه ناظرا إلى الأمور الاجتماعية، ناظر إلى الأمور الأخلاقية، ناظر إلى الأمور العقيدية وإثبات النبوة والإمامة، باعتبار أن التزويج يحمل جميع المحاور والمعالم الدينية والدنيوية. فإذا لا يمكن أن نحدد قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في نطاق معين كما يعتقده رواد المادة، وإنما لابد أن ننظر إلى ما ذكره الرسول الذي بيده جوامع الكلم وبيده جوامع الحكم، في أنه ينظر إلى الموضوع بعدة حيثيات، بما أنه مآله إلى إثبات النبوة والإمامة والأصل الذي هو التوحيد، والحمد لله رب العالمين. وفقكم الله، بارك الله فيكم. أسألكم الدعاء سماحة الشيخ، الله يوفقنا عن يمينه. مبروك اختيارك، صحنا يا حيدر ولينا، دونك الله قرر ما يتم للأمة دينا، انت اللي محمد وصفك باب المدينة، انت الإمام الحق من يجيد. يا من يا من يا من يا يا من سكنت بقلبي، ها أنا أقف أمام بابك والأشواق تنذرف. يا من سكنت بقلبي، ها أنا أقف أمام بابك والأشواق تندرف. دعني لثما لتربتكم، دعني أروي الحشام لثما لتربتكم، فمن ثرى معين الحب يرتشف، تمضي السنين يا علي يا علي يا علي.
تمضي السنين ولا تمضي محبتكم ويهرم القلب لكن نبضه النجف. اليوم أكملت سالت في المدى عسلام، واليوم أتممت قامت تنثر القبلا، فذا علي إله الخلق نصبه غصبا على كل وديان الثرى جبلا. غصباً على كل وديان الثرى جبلا. هذه يد ثقل الإمامة ثقلها، وبغير كف المصطفى لا تعتلي، ولذا ولذاك حين أراد طه رفعها يوم الغدير، يوم الغدير خلى شوفوا الأيادي العلي للمولى أبا الحسن، ليفوق 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 ليفوق. هلا 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 هلا، أريد الصيح يا علي تطلعها من كل قلبك، جزاك الله خير. ولذاك حين أراد طه رفعها يوم الغدير، يوم الغدير دعا ونادى يا يوم الغدير دعا ونادى يا مدينة 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 شفوف الحيدر الليل، والله مدينة 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 وشريعة ربنا للوالي مدينة بالعلم أصبح مدينة مدينة وعلي جلباب وتقصد البرية وصلوات. يندار يندار يا حيدر معدنك مرجان، يندار يا حيدر معدنك مرجان، يندار يندار وبشفيك مدار الفلك، يندار يندار بجودك يا أمير النحل، يندار يندار ينبوع المياه الكوثرية صلوات. أنا هوسة وأسألكم الدعاء، جزاكم الله خير. علي أول بالخلافة الباري يشهد مو أخير، علي أول بالخلافة الباري يشهد مو أخير، ما هو من عندي ونكر الما قبل حيدر أمير، علي نفس النبي طه يعني رابع ما يصير أخوتها ها الحق بس حيدر لاقع لي الحق بس حيدر.
متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الغدير الأغر. معنا أيضا أحد أشبالنا وأبنائنا في مدينة المحمرة، السيد رائد آل ناجي. حياك الله سيدنا. حياكم الله حبيبي، أسعد الله أيامكم. عندك مشاركة حبيبي؟ أي كل الخلق فرحانة، علي يا علي تنادي يا مولانا، علي يا علي كل الخلق فرحانة، علي يا علي تنادي يا مولانا، علي يا علي نبارك بيوم الغدير، علي يا علي حدا من صبينا وزير، علي يا علي تحلى الولاية للأمير، علي يا علي والهادي بكفة يشير، علي يا علي والهادي بكفة يشير، علي يا علي هذا علي مولانا، علي يا علي كل الخلق فرحانة، علي يا علي. أحسن سيد، ممنون، شكرا جزيلا. يا سيدا دانت له السادات وتتابعت في فعله الحسنات وتواصلت نعماؤه عندي فلي منه هيبات خلفه النيبات يا ماجدا فعل المحامد دينه وسماحه صوم له وصلاة يا مجيدا فعل المحامد دينه وسماحه صوم له وصلاة يا مليك القلوب حياك قلبي، يا مليك القلوب حياك قلبي، علي الخصال علاك ربي، يا مليك القلوب حياك قلبي، يا مليك القلوب حياك قلبي، علي الخصال علاك ربي. لم يكن في كعبة الرحمن مولود سوى، إذ تعالى في البرايا عن مثيل في علا. لم يكن في كعبة الرحمن مولود سوى، إذ تعالى في البرايا عن مثيل في علا. وتولى ذكره في محكم الذكر الإله، أيقول الغر فيه بعد هذا لست أدري، أيقول الغر فيه بعد هذا لست أدري، لست أدري غير أن البيت قد رد الجواب بابتسام في جدار البيت أضحى منه باب، لست أدري غير أن البيت قد رد الجواب بابتسام في جدار البيت أضحى منه باب، دخلت فانجاب فيه القشر عن محض اللباب، إنما أدري بهذا غير هذا لست أدري. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية، ومعنا أيضا أحد خدام أبي عبد الله الحسين الشاعر الحسيني كريم التميمي. السلام عليكم، أسعد الله أيامكم. أسعد الله أيامك، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. الله يعزك. قصيدتي في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. القصيدة تقول: القصيدة عن علي تحكي بمضامين، الدليل بكل كتب والصحف مذكور، اللي يدور صيت خاطر تذكر الناس يسولف عن علي ويقول مقرور.
عن حبل الكذب مو قالوا قصير يجرون الحبل صار لهم دهور كل شي تصنعوا حرفوا تاريخ بس المشكلة ما لايق الدور علي أدري شجاعي رجف أبطال وأدري بحرب الله يقل مشكور تاريخ العرب متروس فرسان ما ريد التباهة بقطع النحور أنا رايد علي المو بس بالحروب أنا رايد علي الأخلاق دستور علي ذاك الفقير اللي ما شبع يوم علي اللي ما عاف خاطر يمه مكسور اليتيم يجوع مو قصد الخبز لا الظلمة تجوع خاطر تشبع بنور علي كان بخبزته يوزع أخلاق بوقت كان الضمير يعيش مستور علي شاعر أديب اللي يكتب عجاز ولا همة ترى يصفق لجمهور لذلك من يمر على الشجرة مرات علي كانت عليه تسلم لطيور علي كانت عليه تسلم لطيور هذا والسلام عليكم أبو حيدر شكرا جزيلا عزيزي بالله وينك يلتكفرني تعال مسألة وأرجوك بلش تحلهلي الثلج من الماي أصلا مو صحيح لو أن عاقل لازم تقلي بلي أقلاص ما ينجيب ونحط بيه ثلج بلا بخاري ولا صحاح العامل ونقعد انتاني الثلج لما يذوب حتى نعرف حاصلك من حاصلي الثلج مني يذوب تحليل اش يصير يعني رد الأولي للأولي الثلج مني ذوب تحليل اش يصير يعني رد الأولي للأولي أنا هيك أعرف علي بحب الله ذا أنا هيك أعرف علي بحب الله ذا وهذا معنات العشق يا عاذلي وأنا هل ما يشربت وش تقول بالله حب الله شربت لو حب علي أنا هل ما شربت وش تقول بالله حب الله شربت لو حب علي ناس عاشت ويا علي وقالت لا وإحنا ما شفنا علي وقلنا بل ناس عاشت ويا علي وقالت لا وإحنا ما شفنا علي وقلنا بلي اشق عين وحاجب وكحلة وسلوف وصار قيس الهودل يا الهودل وانا طول العمر ما شفت الحبيب وهيج باليني بهوى شوق بلي خاف سكر الناس عن لوحجي خاف دوخ الناس عن لوحجيت وترقص نجوم السما بتغزلي يا قناة الماء اللي بالحب أساس ميلي من عشق حيدر ميلي ميلي عن عشق حيدر وغصبا على الدنيا ودورة الأيام غصبا على الدنيا ودورة الأيام أدفن بالجروح الآه والآلام وأذبك وارحمي من اجتاف الروح ولملم خاطري المكسور كسر الجام وعلى عناد الوقت ألبس ثياب العيد وتعدى على خشم الواشي والنمام وأسوي الغلم مغزل أسوي الغلم مغزل يطوي بالصفنات أسوي القلم مغزل يطوي بالصفنات وانسج بالشعر أبيض جديد الخام واتوضى بسلال النور هالليلة ولف على القصيدة حرام وخليها تطوف بحب علي الكرار وما خلي القلم هالليلة عينتنا أسوي القلم مغزل يطوي بالصفنات وانسج بالشعر أبيض
جديد الخام واتوضى بزلال النور. هالليلة والف اعلى القصيدة احرام وخليها تطوب بحب علي الكرار، وما خلي القلم هالليلة عينه تنام علي علي يا من وساع الكون لما بعين اسمه وعلق بالله. علي يا من وساع الكون لما بعين اسمه وعلق باللام، ويا اسمه ملاذ الدخل والمسكين والخاف والدهر أمن بسدة ونام. علي يا فرحة الفقرة ويا بسمة بشفة الأيتام، علي يا فرحة الفقرة ويا بسمة بشفة الأيتام. علي الكسر الخواطر والقلب دكتور ومكسور القلب لو صاح بسم التام. علي ولا فتى لا سيف ما نزلت الغيرك من الباري وسام. علي يا من بحكمك قضاعت الحكام، علي يا من بعدلك ماكو خاص وعام. علي يا مهدم الأصنام، علي يا من الغير الله ما دنق ولا طخام. علي الجابة الكعبة وحالة الأرحام، وقلب الما يدق بحبه بالحسنين شحمة معلقة ما بين كود عظام. قلب الما يدق بحبه بالحسنين شحمة معلقة ما بين، قال يقول فحمة، شحمة معلقة ما بين كود عظام. بعد الحشي شود يفيد وخسران اللي يبيع الدر على الفحام، خسران اللي يبيع الدر على الفحام. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وهذه التغطية من مسجد الإمام الصادق ومدينة المحمرة تحديدا. معنا أيضا إمام جماعة هذا المسجد المبارك سماح الشيخ حسين دريس، حياكم الله سماح الشيخ. بارك الله بكم، الله يوفقكم لكل خير إن شاء الله، أيامنا وأيامكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. بارك الله يحفظكم. البرنامج مطول ما شاء الله، مثل ما شفنا عبارة عن احتفال وأيضا إعطاء هدايا لحقيقة العرسان إلى صحة العبارة لشبابنا اللي يردون يتزوجون بهذه المناسبة. جيد أنه نذكر شبابنا بعيد الغدير الأغر من خلال إعطاء هدايا لهم أنه يتزوجون، تسهيل زواج. بلي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما ورد في الروايات الكثيرة على أنه عيد الغدير الأغار هو أكبر عيد، ولهذا أننا نحتفل بهذا العيد المبارك ونقدم فيه الهدايا ونقدم فيه كثير من الأمور، يعني من الابتهاج، الفرحة، السرور. ولذا صممنا على أنه نتخذ يوما جيدا، يوما فيه فرح وسرور، لكي نقدم هدايا لثلة من السادة الكرام أو جهيزية الزواج لثلة من السادة الكرام في هذا اليوم، وهو يوم عيد الأغار. فلهذا أن المؤسسة الدينية، مؤسسة الإمام الصادق العلمية الفقهية تحت إشراف المرجع الديني الأعلى آية الله الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني، قامت بهذا العمل الإنساني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقدمت هذه الجهيزية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربا لرسوله ولعلي بن أبي طالب بهذا اليوم السعيد العطر النير، وهو يوم عيد الغدير الأغار. وأنتم المحسنين، بارك الله بكم. الله من خلق خلقه خلقها بدقة وبإحساس، وفضل على البسيط الناس، لكن ناس أجل من ناس. قال لي المصطفى بلغ وعين شخص بالعباس، قال لي المصطفى بلغ
وعين شخص ابو العباس والما بلغ شيل يدك بالله شيل يدك بيعه 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 للعلي العلي العلي اها والما بلغ باطل دينه والما بلغ باطل دينه والما بلغ باطل دينه والما بلغ قديرك يعمي عيون البعض بالناس نعوف العايفك لو صحبته من الماس فدوى الهيبتك كنا يا ابو العباس فدوى الهيبتك كنا يا ابو العباس وما يعلى الزود عليك بالملزومه وما يعلى يلا وما يعلى الزود عليك بالملزومه علي المنطين كل شي وفدوى روح الله ها خالي علي المنطين كل شي وفدوى روح الله علي خلاني اكره عيشه الذله مغمض للنجف لو روح نندل مغمض للنجف لو روح نندل وش ما ضيعا دلاني عليش ما ضيعا دلان عليش ما ضيعا هوسه الاخيره اللي يبغضونك علي خليهم يبغضون شي شافوك تسوى وهم ما يسوون اللي يبغضونك علي خليهم يبغضون شي شافوك تسوى وهم ما يسوون باكر على الصراط يا علي عبرون باكر على الصراط بيا علي عبرون هاول ما والاك يظل بيه الما والاك يلا يظل بيه الما والاك يظل بيه الما والاك اي بعد وحده ما يخالف الاخيره هاي بعد على ما يجي شيخ حسين صاحب صوت ابن ود صاح محمد جا رجالك وين صاحب صوت ابن ود صاح محمد جا رجالك وين ودهن كان جنة تريد دليها الطريق منين ابتسم عاد النبي وقال له يا ابن ود لا توازل بي أنا هذا ابن العم وينك وين هذا ابن العم وينك وين هذا ابن العم اظل عاشق علي وما عز لحد الموت واسمه من الزغر يجري بشراييني مسودن اي صدق سودن نداح الباب حب حيدر حرز من كل شي يحميني بقوسه وحط سهم والزم عليني يشان واحضن حب علي اش ما ردت ترميني بايع يا عمي بايع اي نعم شايل محبة جون من حاج السيوف تعوفن حسيني حطني بكوخ اظلم وامتحن سنين اذا ماكو بشر حيدر يسليني علي 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 بنبض القلب دقاته تطلحش احبك يا علي وحبك ينجيني مشرك رافضي اش ما رد تسميني جبريل بعظمته ولخ بداح البام غيرك لا فتو وياك خليني نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه معنا ايضا احد خدام ابي عبد الله الحسين في مدينه المحمره السيد العزيز السيد حسين آل سيد شرف وابنه السيد علي رضا آل سيد شرف اللي اخذ هديه اليوم من هذه المؤسسه المباركه باسم جده الامام امير المؤمنين فمبروكين ان شاء الله سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين نهني العالم الاسلامي والمرجع العليا بذكرى مناسبه عيد الاغار عيد الله الاكبر عيد السعيد القدير كل عام وانتم بألف خير. طبعا نتشكر من مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بمناسبة
هذه الهدايا التي هديتها إلى الزوجين جزاهم الله خير الجزاء والشكر الجزيل لهم، والجناب مرجعية العليا جناب الشيخ محمد طاهر شبير القغاني، وشكرا ورحمة الله والديك. طيب الله أنفاسك سيد علي رضا، شلونك؟ الحمد لله. بعد ما عنده عذر الوالد مو؟ اي زواج؟ اي بعد ما بعد أغراض بيته جابوا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، اهلا ومرحبا بكم ان شاء الله. جزاكم الله. اسم حضرتك؟ اخوكم اللي عبد الحسين المنصوري، اهالي جزيره منو، حياكم الله، رحم الله والديكم، سعد الله ايامكم الله. وانتم كذلك حياكم الله. طبعا انا بدوري اهنيكم واهنئ جميع الامه الاسلاميه بهذه المناسبه العطره، وعيد الله الاكبر كما يقال عنه انه عيد الولاء للامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله يعني ان شاء الله فرحه كامله علينا وعلى الامه الاسلاميه. وهناك اشعار قليله احببت ان اشارك ولو بي ان شاء الله. يقول علينا 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 بحب حيدر علي، احنا بحب حيدر 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 علي، احنا علينا يا حيدر الرحمة من ربنا يا حيدر مولاي يا بالحسن يا 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 علي حيدر حيدر رحمة من ربنا علينا يا 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 علينا يا ساق الحوض على الكوثر سقي الحوض على الكوثر علينا يا وشفيع الشيعة حامي حمي الحمية صلوات صلي على وهذا هو إن شاء الله. غيرك يا علي مرفوض ما نقبل خليفة يصير يصير غيرك يا علي يا 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 أبو الحسن يا علي غيرك يا علي مرفوض ما نقبل خليفة يصير يصير نصبك رب الجلال يا علي بيوم الغدير نصبك رب الجلال يا يا أبو الحسن نصبك رب الجلال يا علي يا يوم اليوم اليوم يوم الغدير انت الاول انت انت الاول وانت الاخر وانت يا المالك نظير مولاي انت الاول يا ابي حسن يا علي انت الاول وانت الاخر وانت يا المالك نظير انت باولها وتاليها انت باولها. طيب الله انفاسك بارك الله بك شكرا جزيلا. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم واحد خدمة ابي عبد الله الحسين في مدينة المحمرة الاخ العزيز السيد نور آل سيد الشرف، حياك الله سيد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. طبعا أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى ساحة سيدنا وإمامنا الحجة بن الحسن اللهم عجل فرجه الشريف، وإلى علمائنا الأعلام، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى عيد القدير الأغر وتتويج بطل العروبة والإسلام الخالد وسيف الله المسلول علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بتدويج بتاج الولاية العظمى والإمامة الكبرى، سائلين من الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه الذكريات الخالدة العطرة ونحن وأنتم وجميع المسلمين إن شاء الله في ولاء وحب علي وآل علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. حبيبي رحم الله. البرنامج اللي اليوم شفته ما شاء الله
الأخوان هنا في مؤسسة الإمام الصادق ومسجد الإمام الصادق، شنو تحب توجه لهم كلمة؟ طبعا هذه مبادرة طيبة ومبادرة إن شاء الله مشكورة لسماحة أو بالأحرى لمؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للعلوم الفقهية تحت إشراف ورعاية الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاغاني. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء أو هذه البيوتات العلمية الدينية لخدمة أبناء هذه المدينة ولا سيما أبناء الزراعة عليهم السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى هم التوفيق إن شاء الله في هذا الطريق وفي هذا المنهج إن شاء الله. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل طبعا لقناة المهدي الفضائية طبعا من مصورين ومذيعين، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح طبعا، وهي القناة قناة المهدي اللهم عجل فرج الفضائية القناة المفضلة لدينا حقا، دائما من المتابعين لبرامجها الجميلة الشيقة. نسأل الله لكم إن شاء الله التوفيق. ولك لأن صديقك سيدنا تابع القناة؟ لا والله أنا طبعا قناة المهدي قناة عزيزة على قلبي إن شاء الله، خاصة أنت أخي المحترم حسين الأميري موفق إن شاء الله أبو كوثر حبيبة الله والديك الله بيكم. نسألكم الدعاء دعاكم أحوال. شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله لكل خير في أمان الله. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية المباركة بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. نعم شكرا جزيلا لجميع خدمة أبي عبد الله الحسين في هذا المكان المبارك، مسجد الإمام الصادق ومؤسسة الإمام الصادق وبيت المرجعية، سماحة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد طاهر الخاقاني. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.